جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الظهران رسالة بعث بها مستمع يقول: أبو حذيفة ميم نون شين ياء، يسأل ويقول: سمعت من بعض المعلمين الذين أعرفهم في المدرسة أن من السنة تأخير صلاة العشاء، فمن هذا المنطلق أصبحت أصلي العشاء مع المسلمين في الجماعة في الوقت المحدد بعد الأذان بثلث ساعة، ثم أصلي سنة العشاء متأخرا تقريبا في 11:30. فما حكم هذا الفعل في الشرع؟ وهل هو من السنة أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا خطأ، الراتبة الفريضة تكون بعدها، فإذا صليت صلاة العشاء مع الجماعة في أول وقتها بعد دخول الوقت كما ذكرت في ثلث ساعة، إذا صليت الفريضة مع الجماعة فإنك تصلي الراتبة بعدها مباشرة ولا تؤخرها إلى ما ذكرت.